ناصر يقول لي ما ايش رايك في رغدة في سوريا؟ والله احنا عارفين لها تحمل جنسيتين سورية ومصرية. انسانة زبالة، انسانة يعني احترامها خطأ كبير في حق الانسانية، يعني تعدت على بلدي بطريقة جدا فظة يعني. وبعدين تقعد تتكلم تقول انا ما غلط على الكويت. انت لما تطلعين في لقاءاتك موجوده، لما طلعت في لبنان لما قلت يا انا مانعيني من الكويت ما يشترون اعمالي وما ادري شنو، وان شاء الله ترجع للعراق لان العراق لان الكويت جزء من العراق، لما تطلعين تغلطين علينا بطريقه فظه في اكثر من لقاء بطريقه مهينه، تبين ان احترمك شلون؟ يعني صج صج هذه الانسانه بائسه، يعني ما احبها صراحه. هذه يعني من الشخصيات القليله اللي ما احبهم، وتغلط على قطر وتغلط على دول الخليج وما ادري شنو، وهذول شارين العالم وهذول ما ادري شنو. كذي قلب حقود ما شفت، احنا بعينها ان شاء الله وين ما كانت قاعده.